مساء الخير على حضراتكم، حلقة جديدة من برنامج السادسة، وتقريبا كده رجعنا للجد تاني. هنوقف الاحتفالات مؤقتا، عندنا ماتش مهم بكرة في كاس مصر طبعا مع نادي الاتحاد. الاتحاد فريق كبير والمباراة مهمة، ومحتاجين طبعا كامل التركيز من اللعيبة ومن الجهاز الفني، وده اللي حاصل. كلنا ثقة فيهم، وخلاص بقى الثقة زادت قوي اكيد بعد افريقيا. احنا هدفنا الحقيقة دلوقتي ان احنا نحقق الثلاثية التاريخية. خلاص خدنا الدوري الحمد لله، الدوري المصري، وخدنا دوري ابطال افريقيا عن جدارة واستحقاق، ودلوقتي كاس مصر، غير طبعا اهداف ثانية كتير، سوبر محلي، سوبر افريقي، كاس العالم للانديه، كل دي اهداف قدام عينينا. وفرحتنا بدوري ابطال افريقيا مش هتخلينا ننساها ابدا، لانه دايما زي ما بنقول ان احنا عايزين كل بطوله ندخلها نراهن عليها ونكسبها باذن الله. ان شاء الله لو قدرنا ان احنا نفوز بمباراه بكره هنقدر ان احنا نوصل للنهائي اللي هيكون 5 ديسمبر، يعني نهائي تاني وفرحه تانيه وبطوله تانيه تماما. نتمنى ان احنا ان شاء الله تكون من نصيبنا. مساء الخير عليك يا احمد. مساء الخير يا ساره. هتاخدي كل البطولات كله. مش هتسيبي حاجة. هو النادي الاهلي عودنا على كده خلاص بقى. مساء الخير يا ساره، مساء الخير على كل الاهلاويه اللي بيتابعونا يوم جديد وحلقه جديده والسادسه. الحقيقه يمكن بمناسبه كلام ساره عن البطولات، كلام كتير الحقيقه النهارده خارج على مباراه نهائي سوبر افريقيا، والكلام على انه، وده اللي احنا قلناه امبارح، انه ماتش مهم جدا طبعا، نتمنى الاهلي يكون جاهز ليه، لانها بطوله لا تقل اهميه الحقيقه عن بطولات المحليه سواء دوري او كاس. بطوله من ماتش واحد، لكن تبقى وتظل بطوله مهمه. الكلام طبعا على انه المباراه احتمال الا تلعب في الموعد اللي تم الاعلان عنه 10 ديسمبر، ولا في المكان برضو اللي تم الاعلان عنه القاهره، ده على حسب تصريحات مسؤولي نهضه بركان اللي بيتكلموا على انه لم يتم ابلاغهم بموعد المباراه 10 ديسمبر، وايضا عبروا عن عدم موافقتهم على انه المباراه تلعب في القاهره. المستجدات تروح لفين؟ ده اللي هنحاول نحن نتعرف عليه في تفاصيل حلقه النهارده. موضوعات كتيره كمان، واصداء الاحتفالات طبعا بالبطوله الافريقيه، وطبعا جولتين مهمين جدا ان شاء الله لو قدرنا نتجاوز مباراه الاتحاد بكره نوصل نهائي كاس مصر، وهي بطوله مهمه جدا بالنسبه للاهلاويه، نكمل بيها خماسيه اعتقد الى حد كبير انها ان شاء الله هتكون مضمونه، حققنا منهم اثنين، فاضل ثلاثه، كاس مصر، سوبر افريقيا، والسوبر المحلي ان شاء الله لما يؤون اوان. خلينا نبدا حلقتنا مع حضراتكم ونروح لاهم اخبارنا والعناوين. الأهلي يرسل القائمة الأولى لاتحاد الكرة. الفريق يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا للاتحاد في كأس مصر. حسين الشحات بيقول هدفي صناعة التاريخ مع الأهلي ولا أفكر في الاحتراف. جامعة القاهرة بتكرم جونيور أجاي على هامش احتفالية تخريج دبلومة الفيفا. الأهلي ينعي ميمي عبد الحميد كابتن فريق الكرة الأسبق. على رأسهم محمد صلاح، ليفربول يدرس موقف 9 لاعبين من التجديد أو الرحيل. يا أهلا وسهلا بحضراتكم. أنا بيتهيألي أنا هرجع طبعا الجزئية بتاعة النهائي السوبر الأفريقي الأهلي نهضة بركان، بس خليني يعني أنا قلت نقلا عن تصريحات المسؤولين في نهضة بركان، إحنا بالنسبة لنا كأهلي إحنا مبلغين رسميا إن المباراة هتكون في مصر، مش بالضرورة في القاهرة، يعني ممكن تتلعب في ملعب تاني، لكن المباراة هتكون في مصر وميعادها يوم 10، ده تم اختارنا بيه بشكل رسمي من قبل الاتحاد الافريقي، وبالتالي انا بس عرضت لحضراتكم وجهه نظر او تصريحات مسؤولي نهضه بركان. انا شايف طبعا انه يعني في حاجات ايجابيه كتير جدا في الموضوع ده، وفي حاجات سلبيه. انا شايف انه طبعا يعني لعيبه الاهلي انا مقدر تماما حجم الارهاق وضغط المباريات، انت بتلعب 3 مباريات على بطولات كبيره جدا في اقل تقريبا من 14 يوم، وده طبعا مجهود شاق جدا. يعني تلعب نهائي افريقيا مع الزمالك، تخرج منه تلعب قبل نهائي ونهائي كاس ان شاء الله لو قدر لينا ان احنا نوصل للمباراه النهائيه، واللي غالبا برضو من المحتمل انها تكون قدام فريق الزمالك لو قدر يتخطى طلائع الجيش، وبعد كده تلعب نهائي سوبر افريقي مع نهضه بركان، كل ده في 15 يوم كتير كتير كتير، على الرغم انه في حاله معنويه عاليه جدا، معنوياتنا في السماء، واخدين بطوله افريقيا، لعبتنا فايقه، في يعني جرعة أكسجين كده اديتها الصفقات الجديدة وعودة المعارين للنادي الأهلي، وبالتالي في أريحية شوية، لكن على كل الأحوال هيتعرف الموضوع ده خلال ساعات. ولكن النهاردة كمان في موضوع مهم جدا، القائمة المبدئية النادي الأهلي اللي بعتها وخرج منها 3 أسماء، صالح جمعة، اليوبادجي، أحمد الشيخ، وهرجع للقائمة تاني وهتكلم فيها مع حضراتكم بالتفصيل، بس نطمن على تمرينة فرقتنا
النهارده التمرينه تقريبا يمكن خلصت حوالي ساعه ونص من ساعه كده. خلينا نروح فعلا لمراسلنا فاروق صلاح، كان طبعا في التمرين النهارده. مساء الخير عليك يا فاروق. مساء النور عليك يا ساره، مساء النور عليك يا احمد، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. النهارده طبعا يا فاروق كان التدريب الاخير قبل ما اللعيبه تدخل معسكر مغلق عشان مباراه الاتحاد بكره، عايزاك تطمني برضو عن التمرين وعلى اللعيبه اللي جت اجابيه مسحتها بفيروس كورونا. يعني خليني في البدايه يا ساره طبعا ناخد من كلامك ومن كلام احمد، التمرين الاهلي اليوم في وسط حاله وارتفاع الروح المعنويه عند لاعبي النادي الاهلي. طبعا النادي الاهلي منتشيا بالانتصار بالبطوله الافريقيه ودوري ابطال افريقيا، لكن سريعا في النادي الاهلي بنقفل صفحه وبنفتح صفحه جديده. النهارده كان موجود يعني عنوان المران كان موجود من بدايته الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي اللي اصر ان هو يكون متواجد النهارده في المران ويجتمع مع لاعبي النادي الاهلي. اتكلم ومد رسائل كتير جدا للاعبين، وقال للاعبين يعني جمله مهمه جدا يعني نحطها قدام عينينا دايما، ان احنا قدرنا في النادي الاهلي ان الانجاز والفرحه ما بياخدوش مننا وقت طويل، عشان احنا دايما بنبص لبكره، وبكره بتاعنا ده بيبقى حياه جديده وبطوله جديده. شكر اللاعبين طبعا على مشوارهم في البطوله وحيى اللاعبين واشاد اللاعبين، ولكن طالب اللاعبين وحث اللاعبين على ضروره الاهتمام ويعني عدم الاستهانه بمباراه الدور نصف النهائي في كاس مصر، واحده من البطولات المهمه جدا لفريق النادي الاهلي هذا الموسم. اجتمع مع مستر بيتسو موسيماني لدقائق، اتكلم مع مستر بيتسو موسيماني في حضور دكتور عمرو محب، ثم انطلق المران. نتكلم ونطمنك، كان بالامس النادي الاهلي كان اجرى المسحه للاعبين بالامس، يعني سابوا تسلبيه المسحه. النهارده مستر بيتسو موسيماني اعلن قائمه بتضم 22 لاعب، وايضا يعني طمنا على كتير من اللاعبين اللي كانت غايبه خلال الفتره الماضيه، ايضا انضمام اللاعبين والصفقات الجديده. مستر بيتسو موسيماني اعلن قائمه بتضم 22 لاعب، محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ياسر ابراهيم ورامي ربيعه، محمود وحيد، ايمن اشرف، علي معلول، محمد هاني، بدر بنون، العربي بدر، عمرو السليه، حمدي فتحي، اكرم توفيق، ناصر ماهر، جيرالدو، حسين الشحات، محمد مجدي قفشه، طاهر محمد طاهر، مروان محسن، وصلاح محسن، ومحمود كهربا. قايمه بتضم 22 لاعب، زي ما قلنا خلاص صلاح محسن موجود. يعني من الحاجات المهمه جدا يا ساره ان النهارده طاهر محمد طاهر بيشارك في التقسيمه وبيشارك في المران بصوره اكثر من رائعه. طاهر محمد طاهر انا بقى يعني من خلالك ومن خلال احمد باكد على جاهزيه طاهر محمد طاهر لمباراه الاتحاد في الدور نصف النهائي. ايضا مشاركه صلاح محسن النهارده شارك في المران بالكامل. ايضا بدر بنون اللي اعتقد هيبقى صفقه قويه جدا ومهمه جدا للنادي الاهلي. طيب خلينا نتكلم بقى على الكشف على فيروس كورونا. انا عرفت طبعا من كلامك ان وليد الحمد لله عينته بقت سلبيه وبالتالي هينضم للفريق، بقيه اللعيبه اخبارهم ايه؟ وخصوصا كمان تطمني على ديانج، اليو ديانج. بطمنك يا احمد على اليو ديانج ووليد سليمان، خلاص يعني ان شاء الله عقب مباراه الاتحاد هيكونوا متواجدين مع النادي الاهلي، عقب يعني ثبات سلبيه اللاعبين هيكونوا موجودين مع فريق النادي الاهلي ان شاء الله. نتجاوز مباراه الاتحاد، عندنا مباراه الدور النهائي ان شاء الله، سواء هتكون امام فريق نادي الزمالك او نادي طلائع الجيش، ثم مباراه السوبر. ايضا من النقاط المهمه جدا برضو اللي عايز يعني من خلالك برضو ان احنا نتكلم عنها، ان النادي الاهلي ارسل القائمه الخاصه بالفريق هذا للموسم القادم، وخلت القائمه من ثلاثه لاعبين هم احمد الشيخ وصالح جمعه واللاعب اليو باجي. من النقاط المهمة أيضا النهاردة عقب المران مستر بيتسو موسيماني يعني إدى فقرة للاعبين للتدريب على ركلات الترجيح، تحسبا إن مباراة ممكن مع فريق الاتحاد، فريق من الفرق كويسة جدا ومعاه تيم محترم، تحسبا إن المباراة ممكن تروح بينا لركلات الجزاء، لكن تألق فيها جميع اللاعبين. يعني برضو مستر بيتسو موسيماني كان حريص إن هو يعني يدي فرصة ويجرب بعض اللاعبين، يعني جرب النهاردة طاهر محمد طاهر في مركز رأس الحربة، جرب محمود كهربا في مركز رأس الحربة، وأيضا جرب طاير في الجناحين ناصر ماهر جربه في مركز صانع الالعاب. يعني كلها اضافات يا احمد ان شاء الله هتكون لعيبه مؤثره واضافات قويه للنادي الاهلي. بمناسبه الكلام خليني اسال على يعني بما انك تتكلم على السكواد بتاع الاهلي، هل انت تتوقع من خلال متابعتك لتمرين النهارده فاروق انه تشكيل الاهلي بكره في ماتش الاتحاد هيختلف كتير على التشكيل اللي لعب ماتش نهائي افريقيا، ولا تتوقع ان مستر موسيماني هيحاول يثبت التشكيل؟
لا اعتقد هيبقى في اختلافات، وفي يعني اعتقد في اوراق هتظهر لاول مره، يعني في اوراق هتظهر لاول مره في تشكيل النادي الاهلي في مباراه الاتحاد، هتظهر لاول مره يبقى ظهور رسمي اول ليها في مباراه الاتحاد. اكيد في بعض العناصر هتختلف عن المباراه الاخيره امام نادي الزمالك، لذلك مستر بيتسو موسيماني كان بيجرب اكثر من لاعب في اكثر من مركز. يعني النهارده بنشوف محمد عارف مركز الظهير الايمن، ايضا كان بيجي عربي بدر في مركز الظهير الايمن، صانع الالعاب ناصر ماهر ومحمد مجدي قفشه، طاهر محمد طاهر ومروان محسن وصلاح محسن ومحمود كهربا كان بالتناوب بيجربوا في مركز راس الحربه. اعتقد يا احمد ان التشكيل بنسبه كبيره يعني ان شاء الله هيشهد وجود او ظهور وجوه جديده ان شاء الله في اول ظهور رسمي ليها مع النادي الاهلي. ومن النقاط المهمه اللي يعني برضو حابب ان انا اتكلم عليها حالة الانسجام اللي واضحة على بدر بنون وطاهر محمد طاهر، سواء يعني انا مش هتكلم على ناصر ماهر او اكرم توفيق او صلاح محسن لانهم يعني متواجدين من قبل مع النادي الاهلي، لكن انا بتكلم بالتحديد على بدر بنون وبتكلم على طاهر محمد طاهر. الانسجام اللي واضح عليهم في الملعب وتعامل لاعبي النادي الاهلي دايما اللي احنا بنقول عليه النادي الاهلي، اي لاعب بيدخل النادي الاهلي ما تحسوش غريب عن النادي الاهلي ولا تحس ان هو غريب عن ملعب التتش. بدر بنون وانسجامه سواء مع ايمن اشرف سواء مع ياسر ابراهيم سواء مع رامي ربيعه، ايضا طاهر محمد طاهر وانسجامه مع ناصر ماهر مع قفشه مع حسين الشحات مع كهربا، كلها امور ان شاء الله هتنبئ وان شاء الله نطمن جماهير النادي الاهلي انهم هيكونوا يعني صفقات واضافات قويه جدا لفريق النادي الاهلي. طبعا انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا فاروق صلاح. دي كانت اخبار تمرينه النادي الاهلي استعدادا لمباراه الاتحاد. والحقيقه كمان اضافه لكلام فاروق، انت عارفه ساره طبعا انا يعني مقدر تماما الزنقه اللي كان عايشها مستر موسيماني في الفتره الاخيره نتيجه قله الاوراق. احنا تقريبا يعني كنا رايحين ماتش الزمالك ما عندناش دكه، كهربا كان موجود بس كان بعيد، بادجي مره ومره لا، يعني فعشان كده بقول الاوراق الجديده مش بس هتكون بتدعم خطوط النادي الاهلي كلها بشكل كبير وبتدي اريحيه لموسيماني في انه يعرف يوظف اللعيبه بالشكل اللي يتناسب ويتماشى مع طريقه لعبه والتكتيك اللي هو عايز يطبقه في كل مباراه، لكن كمان من اكتر المميزات اللي هتؤدي اليها انها هتزيد من قوه المنافسه. يعني لما تيجي النهارده تبصي لخط ظهر النادي الاهلي او لمركز المساك في النادي الاهلي، كل واحد هيبقى عايز ياخد مكانه ويثبت نفسه كتير من العيار التقيل، فبالتالي ايمن وياسر ختمين السيزون بشكل ولا اروع وكانوا من احسن اللعيبه الحقيقه. انا قابلتهم بالمناسبه امبارح وكنت بقول لهم الكلام ده، كانوا من احسن اللعيبه في ماتش الزمالك. ربيعه لعيب من العيار التقيل، بنون صفقه اعتقد رابحه بكل المقاييس، سعد سمير لما يرجع برده لعيب صاحب خبره ومهم جدا لخط دفاع النادي الاهلي، نفس الحكايه في مركز الاجنحه وراس الحربه. فبالتالي اعتقد ان المنافسه دي كمان هتساعد لعيبه النادي الاهلي ان هم يطلع كل واحد منهم يعني يطلع اقصى بس معنا. خليني اسالك سؤال بقى، انت شايف انه بالصفقات دي سواء بدر بنون او بيكم او طاهر او رجوع المعارين كمان كده، انت مرتاح انه النادي الاهلي خلاص كده السكواد متكامل او الفريق متكامل، ولا حاسس ان المفروض يكون في تدعيم في مركز معين؟ لا طبعا محتاجين مش عايز اقول مراكز، كنت اقول لك البحر بيحب الزياده دايما، فعشان كده لا، بس انا عايز اقول لك انه لا، في طبعا اكتر من مركز يغيب فيه البديل الكفء. عندي لعيبه يطلق عليها لقب الجوكر، يعني في لعيب تقدري توظفيه في اكتر من مركز وده يفيدك بشكل كبير، بس ما تقدريش تثبتيه طول الموسم او تعتمدي عليه بشكل طويل جدا لفتره طويله في نفس المركز. فيعني إيه ابرزهم الباك اليمين، بشوف طبعا احنا محتاجين حد مع محمد هاني، خصوصا انه داخلين على سيزون طويل، داخلين على اكتر من بطوله، فمع محمد هاني لازم يبقى فيه اكتر من اسم او يكون حد راس حربه صحيح. اعتقد انه خط الوسط كمان صريح. محتاج تدعيم. الاهلي في حاجه ماسه الى يعني زي ما شفنا كده انه صالح النهارده غالبا بره قائمه النادي الاهلي السيزون الجديد. عندنا في صناعه اللعب عندنا اثنين لعيبه الحقيقه محترمين جدا، ناصر ماهر ومجدي قفشه، بس انا بشوف انه الاهلي محتاج برضو حد في البوزيشن ده، واعتقد الاهلي محتاج راس حربه قوي. عندنا احمد ياسر ريان ومحمد شريف، الولاد الحقيقه عاملين موسم اكتر من رائع، بس اعتقد انه فريق بحجم الاهلي محتاج، محدش بيضمن دايما ظروفه في اوقات من الاوقات، لا قدر الله يبقى في اصابه، يبقى في كورونا، يبقى في ايقاف، لابد ان يكون في راس حربه تقيل. وطبعا اعتقد انه ملف التعاقدات لسه مفتوح وهنسمع في الايام اللي جايه على تعقدات جديده. خلينا نروح للاخبار بسرعه. حسين الشحات طبعا نجم الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي اللي اتكلم عن سعادته الكبيره ان هو كان بيساهم في تحقيق لقب دوري ابطال افريقيا بعد
الفوز طبعا على الزمالك في المباراة النهائية 2-1. الشحات يمكن قال في حوار ان هو كان حلم بالنسبة له طبعا ان هو يحقق البطولة دي وتكون وما تكونش البطولة طبعا الأخيرة، وأهدى اللقب ده لمجلس الإدارة برئاسة طبعا الأسطورة محمود الخطيب وجماهير النادي اللي دايما قال كده بالنص بتقف ورانا ودايما بتسعى ان هي تساعدنا، وقال انه بلا شك مواجهة سان داونز في ربع النهائي هي الأصعب في مشوارنا نحو اللقب، لأن كنا بنركز بشكل كبير قوي على تعويض الخسارة طبعا الثقيلة في النسخة الماضية وان احنا حققنا اللي احنا عايزينه. والفرصة الخطيرة اللي اهدرتها في المباراة النهائية ده كان كلامه قدام الزمالك، لكن اللحظة الأفضل بالنسبة له هي كانت لحظة التتويج والحصول على اللقب الإفريقي، وقال ان الأهلي بيضم أفضل لعيبة مصر وليه مجموعة مميزة جدا من اللعيبة، ولكن لو في رأيي لو هختار لاعب واحد هيكون الأفضل الموسم ده هو محمد الشناوي. طبعا انا متفق معاه انه محمد الشناوي نجم الموسم ونجم نادي الأهلي، ولكن لو جينا اتكلمنا على مباراة سان داونز ومباراة الزمالك، انت شايف سان داونز كانت الأصعب؟ مهم جدا ان احنا نعوض خسارة سان داونز، واكيد كانت خسارة تقيلة على كل الأهلاوية اللي مش متعودين على ده، بس متهيألي مباراة الزمالك برضو كان ليها نوع تاني من الصعوبة. طبعا تكلمي على ماتش فاينل بالتأكيد هيكون صعب مهما كان المنافس اسمه ايه، وبتكلمي على مباراة من جولة واحدة او مواجهة من جولة واحدة، وبالتالي ده بيزيد من صعوبة المباراة على عكس سان داونز اللي كان فيه ذهاب واياب، وكمان روحتي هناك وانت كسبانة 2-0، فبالتالي كانت الى حد كبير الدنيا مرتاحة. بس خليني اقول لحضراتكم معانا خبر النهاردة، والخبر ده ممكن يلفت نظر كتير من حضراتكم لحاجة يمكن تكون غايبة عننا في مصر او غايبة عن تفكيرنا في مصر لفترات طويلة جدا، علم وعلوم الإدارة الرياضية. النهاردة في خبر حقيقة بيتكلم عن جامعة القاهرة احتفلت بتخريج دفعة جديدة من دبلوم الإدارة الرياضية دي بشراكة مع المركز الدولي للدراسات CIES، وده يعتبر الشريك التعليمي للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا. الحفلة دي حضر فيها حقيقة نخبة كبيرة جدا من الدارسين والمحاضرين وأساتذة الجامعة، وكان من ضمن الفعاليات بتاعتها تكريم جونيور أجاييل، أشاد الحقيقة بالتطور الكبير اللي حصل عليه من خلال دراسته في نفس الدبلومة. النهاردة خليني أقول لحضراتكم أنه على مصر في جامعات دولية في أقسام جديدة للدراسة ما كانتش حاضرة قبل كده، دراسة إدارة العلوم الرياضية، يعني الحاجات اللي كانت بتتم كده عن طريق التجربة والخبرة والتعلم الذاتي النهاردة بقى فيها علوم بيتم تدريسها في مصر، وبتمنح هذه الجامعات الدولية شهادات تتيح ل الدارسين العمل في مجال الإدارة الرياضية. يعني النهاردة وكيل اللاعبين لابد أنه مفترض طبعا نتكلم زي ما الكتاب بيقول، يعني وكلاء اللاعبين، إدارة النشاط الرياضي لمختلف اللعبات الرياضية، التسويق للأندية، كل ده بيتم من خلال علوم بيتم تدريسها في جامعات متخصصة بتمنح شهادة للدارسين. أتمنى أنه المجال ده، وشايف أنه المجال ده واعد جدا، يعني الشباب الصغير النهاردة اللي بيفكر في الكليات التقليدية عليه أنه هو يفكر في المجالات الجديدة اللي فتح أبوابها، وأعتقد أنه الأجيال الأولى اللي هتتخرج من الجامعات دي والكليات دي هيكون عندها فرصة كبيرة جدا. نروح للكابتن محمود الخطيب طبعا رئيس النادي والسادة أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي وقطاعات النادي اللي بينعوا ببالغ الحزن والأسى الكابتن ميمي عبد الحميد طبعا نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق اللي اتوفى النهاردة، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ربنا يرحمه يا رب، ويلهم أسرته الصبر والسلوان خالص. تعازي طبعا كل العاملين في قناة الأهلي وأسرة برنامج السادسة لأسرة الفقيد. نختم أخبارنا بليفربول، نروح ليفربول سريعا. والحقيقة يعني أزمة كورونا مش بس كان ليها تأثير سلبي على النشاط الرياضي، لكن كمان على الناحية الاقتصادية للأندية، حتى الأندية الكبيرة والأندية القوية اقتصاديا. خليني أقول لحضراتكم أنه في الدوري الإنجليزي في الحقيقة في وتحديدا في ليفربول بيتم حاليا دراسة لبعض عقود اللاعبين الموجودين حاليا في الفريق الأول لكرة القدم. إدارة النادي بتفكر هل يتم التجديد ليهم أو يتم أو يتخذ قرار رحيلهم عن قلعة أنفيلد. الحقيقة زي ما شبكة ليفربول إيكو اتكلمت قالت إنه في 9 لاعبين، ولما نشوف أسماء 9 لاعبين مع حضراتكم إحنا بنتكلم على تقريبا الفرقة الرئيسية ل وأبرز وأهم نجوم في فرقة ليفربول. عم نتكلم على لعيبه زي محمد صلاح، زي ماني، ساديو ماني، زي فيرجيل فان دايك، زي تشامبرلين، فيرمينيو،
كملي كملي. طبعا كل اللعيبه دول صلاح وساديو هندرسون. ماني وفان دايك وفيرمينو وفابيني ونابي كيتا وهندرسون وطبعا تشامبرلين وشاكيري. يعني احنا بنتكلم على اسماء ثقيله على السكواد كله، على اهم حاجه في ليفربول اللعيبه اللي جايبه له البطولات كلها. اللعيبه دي ما بيتبقاش في عقودها اكتر من سنتين خلاص، يعني العقود دي هتنتهي في يونيو 2023 وفقا لشبكه طبعا ايكو الشهيره، وقالوا انه دول اللي ليفربول بيضعهم كاولويه ان هو يحسم موقفهم مع نهايه الموسم الحالي. وبالتالي يا احمد لازم الاداره تدرس امكانيه تجديد عقودهم او البحث عن عروض احترافيه علشان يستفيدوا طبعا من بيعهم، لو كان ده هيكون افضل يعني من ان هم يستغنوا عنهم. قرار صعب جدا، لانه طبعا انت ما تقدريش لما بنتكلم على اسماء من النوع ده تاكدي انه في عدد كبير جدا من الانديه مستعده تدخل في مفاوضات مباشره قبل ما عقود اللعيبه تخلص عشان تقدر تخلص معاهم، بالتالي مطلوب منك تجددي معاهم بدري عشان تقفلي الباب على اي حد بيفكر ان هو يشتريهم. نمره اثنين وده الاهم، انت بتتكلمي على نجوم عالم، يعني بتتكلمي على فيرجيل فان دايك يعتبر افضل مدافع في العالم، بتتكلمي على ساديو ماني، على صلاح، بتتكلمي على اثنين من افضل خمس اجنحه على مستوى العالم، بتتكلمي على هندرسون قائد فريق وصاحب خبره ومشوار طويل، نابي كيتا انا بشوفه الحقيقه واحد من افضل الهاف ديفندر في العالم كله، فبتتكلمي على مبلغ كبير جدا وميزانيه ضخمه جدا. اعتقد انه عقد كل لاعب من دول هيكلف خزينه ليفربول مبلغ كبير. انا عايز اسالك لو صلاح مثلا مشي من ليفربول، انت شايف ممكن يروح فين؟ ايه افضل مكان مناسب ليه سواء في الدوري الانجليزي او في دوري تاني في اوروبا؟ ما اعتقدش انه يصلح صلاح خلاص للعب في الدوري الانجليزي في فريق تاني غير ليفربول، يعني اذا كان صلاح بقى اسطوره في ليفربول وحقق عدد كبير جدا من الارقام القياسيه مع ليفربول وبقى ايقونه من ايقونات النادي، فصعب انه يضم، يعني اعتقد انه هيخسر كتير قوي لو اتحرك داخل البريمير ليج. خلينا نقول سيناريو مثلا لو ليفربول خلاص عايز يبيع صلاح وما جاش عرض تاني غير من الدوري الانجليزي. انا شايف انه الافضل صلاح انه يا اما يروح الدوري الاسباني، انا شايف اربع فرق تقيله جدا ممكن يحقق صلاح معاهم مشوار كويس ويحقق يستمر في حصول. لازم تلعبي مع فريق كبير عشان تقدري تحققي بطولات، يعني لعيب لوحده ما يقدرش يعمل حاجه، لازم تنتمي لفريق كبير. فانا شايف انه اما البارسا اما الريال اما بي اس جي باريس سان جيرمان او بايرن ميونخ لو لصلاح رغبه في الانتقال، اعتقد ان دول افضل اربع انديه من الممكن هو ينتقل. بس احنا بقالنا سنتين بنسمع عن العروض دي وهميه، يعني ما حصلش اي عرض حقيقي لحد دلوقتي. من الممكن بس جدا ومن الجايز جدا، من الممكن جدا وانس ان يتم الاعلان عن ده نلاقي بقى اوفرز كتير او لصلاح. انه من الممكن جدا انه صلاح يكمل حياته كلها في ليفربول، اعتقد في الوقت ده ممكن يكون واحد من اهم اساطير الكره الانجليزيه وليفربول على وجه التحديد. والحقيقه وجود صلاح في ليفربول ضاف كتير قوي الفريق. صلاح احنا انا والله مش بتكلم عشان هو لاعب مصري، ولكن من الارقام لما بقعد اقرا الارقام اللي حصلت مع ليفربول والدوري الانجليزي، صلاح اكتر لاعب مؤثر في الدوري الانجليزي بالارقام وضاف كتير قوي للفريق. انا اوعدك انه قبل ما ياخد قراره النهائي هخليه يرجع لك ويسالك يعني من وجهه نظرك شايفه ايه الصح عشان هو يعمل. طب انت شايف ايه الصح؟ انا قلت لك لو 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 قرر ان هو يسيب ليفربول اعتقد انه عليه ان هو يرحل بعيدا عن انجلترا، والقرار والحسابات في النهايه هتكون ليه هو. بس اعتقد انه لو ليفربول هو اللي قرر اعتقد انه مبلغ، واكيد طبعا هيبقى بالاتفاق مع صلاح والبيع هيتم عن طريق رغبه محمد صلاح في الانتقال لاي نادي هو يشوف انه من الممكن انه يحقق معاه اهداف كتير جدا السنه الجايه. وبيتهيألي واحد من اهم الاهداف اللي قدام عين صلاح انه يحصل على لقب افضل لاعب في العالم، وده اللي نتمناه له ان شاء الله باذن الله. حضراتكم كمان ممكن تشاركونا وتقولوا لنا شايفين لو ليفربول هيستغنى عن محمد صلاح تحبوا تشوفوه في انهي فريق في الفرق الاوروبيه سواء في الدوري الانجليزي او خارج الدوري الانجليزي. لسه حلقه السادسه مكمله بس بعد الفاصل. برحب بحضراتكم مرة تانية. ولما بنقول ان انجاز الفوز بدوري ابطال افريقيا نادي الاهلي طبعا نجمة التاسعة ما يقلش عن اي انجاز عالمي، دي مش مبالغة. احنا بنتكلم على الالقاب القارية وارقامها، وبنتكلم على ان النادي الاهلي دخل او وصل لكاس العالم للانديه دي المره السادسه، لكن ريال مدريد مثلا كانت خمس مشاركات بس في كاس العالم للانديه. فاحنا بنتكلم على نادي مسيطر على القاره الافريقيه وبينافس في الارقام العالميه، ودي حاجه الحقيقه على قد ما بتسعدنا على قد ما بتحط علينا وعلى الجهاز الفني وعلى مجلس الاداره مسؤوليه كبيره قوي ان احنا لازم نحافظ على النجاح ده. ممكن يقول لك دايما ان الوصول للقمه
سهل، بس انك تحافظ عليها ده اللي صعب جدا. والحقيقه انه اللي بيطمنا انه فكر مجلس الاداره، ولما كابتن الاسطوره محمود الخطيب يقول انه خلاص وقت الفرح انتهى او خلص او بحدود، لانه اللي جاي مهم واللي جاي اصعب، هو ده طريقه تفكير الكيان العظيم اللي اسمه النادي الاهلي. عندنا اهداف مهمه جدا، يعني احنا خلاص بقالنا 3 أيام بنفرح جدا بدوري ابطال افريقيا، وحقنا يعني ظروف البطوله وانها غايبه بقالها كتير حقيقه زودت من الفرحه وخلت لها طعم تاني. ولكن دلوقتي شايفين انه خلاص ده وقت الجد من جديد. بكره عندنا مباراه مهمه في كاس مصر، بعدين عندنا سوبر افريقي، عندنا نهائي كاس مصر ان شاء الله لو قدرنا ان احنا نفوز بكره، عندنا كمان سوبر محلي، يعني كاس العالم للانديه، ومواجهه فرق كبيره ابطال القارات كلها، ما بينهم طبعا بايرن ميونخ بطل القاره الاوروبيه. فكل الحاجات دي اهداف قدام عينينا، واحنا بنعلى بالكيان ده وبنزيد انجازات. هنتكلم اكتر على النادي الاهلي طبعا الفتره دي والانجاز العظيم بدوري ابطال افريقيا والاهداف اللي جايه اللي بنتكلم عليها، مع طبعا عبر سكايب مع حازم ماهر، استاذ حازم ماهر الصحفي بجريده الجريده الكويتيه. برحب بيك في برنامج السادسه. اهلا وسهلا بيك استاذ ساره. بدايه بس قبل ما نتكلم عن الانجاز الكبير بالنادي الاهلي، انا كنت متفائل ببرنامج السادسه، لان السادسه باذن الله هو تاهل النادي الاهلي لكاس العالم، اللي يحقق رقم قياسي جديد غير مسبوق بالنسبه لعدد المشاركات، ومتفوقا على ريال مدريد كصاحب المشاركات الخمس. بشكرك جدا طبعا، وخليني اتكلم معاك، هرجع معاك طبعا لكاس العالم للانديه والرقم القياسي ده، بس عايز اعرف منك في البدايه طبعا رايك في المباراه النهائيه لدوري ابطال افريقيا بين الاهلي والزمالك وتتويج النادي الاهلي باللقب البطوله للمره التاسعه. النادي الاهلي الحمد لله، وانا اسمحوا لي انا مش يعني انا بختلف مع الصحفيين والاعلاميين اللي بيخبوا انتمائهم، لا انا اهلاوي من لما كان عمري 4 سنين، وانا اتشرف ان انا اهلاوي، وان انا مش عمري ما بتكلم ان انا بقول انا بشجع مثلا بخفي انتمائي ولا حاجه. اتفرجت على المباراه كمشجع اكتر مني كصحفي. كصحفي شايف ان النادي الاهلي حقق الاهم في المباراه، الفوز بيها بنتيجه 2-1 الحمد لله. الاهلي بدايته كانت رائعه، شايف ان استحواذ الزمالك كان استحواذ في منطقه الملعب فقط. لو رجعنا للمباراه احداثها، هجمات الاهلي كانت اكثر خطوره، سيطره الزمالك بلا فاعليه، يعني الزمالك انا شايف ان ملهوش هجمه خطيره، وهجماته كلها جت بتسديدات. والحمد لله، يعني الحمد لله على الفوز الاهم، لكن انا برضو بختلف مع الناس اللي بتتكلم على اداء الاهلي. لعب السوبر المصري في الامارات وكان مسيطر ومستحوذ واهدر 6 أهداف محققه، في النهايه الزمالك فاز بركلات الحظ الترجيحيه. فعلا هي دي يمكن المباريات النهائيه برضو او مباريات البطولات، يعني الفكره في الاخر احنا التاريخ بيفتكر كمان البطوله، انه مين اللي خد البطوله مش مين استحوذ اكتر او كده. ونادي الاهلي قدم مباراه كويسه جدا. عايز اسالك ازاي نجح موسيماني بفضل خبراته في ان هو يقرا المباراه ويقرر الفوز على الزمالك في تاني نهائي افريقيا. موسيماني انا بعتبره نجم المباراه الاول. موسيماني بدأنا المباراة بشكل، الأهلي بدأ المباراة بشكل ممتاز. حسين شحات أهدر فرصة هدف محقق، رأسية عمرو السولية اللي سكنت شباك حارس الزمالك كانت متقنة من ركنية رائعة للرائع التونسي علي معلول. شفت إن دور موسيماني بدأ في الشوط الثاني، والشوط الثاني غالبا هو اللي بيبقى شوط الحسم، شوط المدربين. موسيماني بتعليماته كانت ليه لقطه رائعه لما خلى السد العالي للنادي الاهلي محمد الشناوي اتكلم مع اللاعبين، دي كسر يعني طلع اللاعبين بين الشوطين من المباراه. طلع اللاعبين من اجواء المباراه، طلع اللاعبين من التوتر اللي فيه. أكيد. لما القائد اتكلم معاهم، موسيماني نجح في الشوط الثاني،
في تغيير دفة الأمور. الأهلي كان أفضل في الشوط الثاني، الأهلي أهدر فرصتين محققتين، منهم فرصة لحسين الشحات، منهم تسديد لمجدي أفشة بجوار المرمى. الأهلي فرض أسلوبه في الشوط الثاني، أنا عكس إن الزمالك كان أفضل. الزمالك راح للشوط الثاني بتسديد زيزو اللي في العارضة. موسيماني عرف يقرأ المباراة كويس بشكل ممتاز، عرف يوجه اللاعبين كويس. الروح الفنيه للحمراء بدا بالظبط من الدقيقه 75، وده قدر الانديه الكبيره، قدر انديه البطولات، قدر احسن نادي في الكون النادي الاهلي، قدر نادي القرن الرسمي والحقيقي النادي الاهلي. روح الفنيه للحمراء ظهرت، معدن النادي الاهلي ومعدن لعيبه النادي الاهلي بيظهر في الاوقات الحاسمه. موضوع ان الاهلي بيهدف في الدقيقه 86 وفي الدقيقه بلس 90 دي ما يعني دي مش وليده الصدفه ولا بضربه حظ، لا ده باداء متقن بروح قتاليه بروح الفانيلا الحمراء تورثت لها اللاعبين من جيل يعني من جيل الى اخر. الحمد لله كان هدف أفشة حاسم في الدقيقة 86، الأهلي لما بيحرز أهداف في الأوقات دي خلاص المباراة انتهت 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 إكلينيكيا. كنت شايف مين نجم المباراة من النادي الأهلي؟ النادي الأهلي أنا كنت شايف صعب أختار نجم المباراة، وصعب أقول السولية، وصعب أقول أفشة. أنا شايف إن النادي الأهلي هو النجم، وده احسن اجابه ممكن الحقيقه تقولها. خليني اسالك انه الاهلي خلاص اختتم استعداداته النهارده عشان يواجه الاتحاد السكندري في نص نهائي كاس مصر بكره، شايف فرص الاهلي في بلوغ النهائي قد ايه؟ بص يا استاذه ساره، اتفضل. الكابتن محمود الخطيب اسطوره القرن الحقيقي بقى. الكابتن محمود الخطيب افضل رئيس نادي في مصر، الكابتن محمود الخطيب افضل لاعب في تاريخ مصر، الكابتن محمود الخطيب المهذب الخلوق المتربي، وحط تحت المتربي دي الف خط. قال كلمه في الحفله في اليوم التالي للنهائي، قال ان الاهلي مش احنا ما بنفرحش كتير، وده قدرنا لان بننتهي من بطوله بندخل في بطوله ثانيه. والحمد لله يعني انا كنت كاتب الكلام ده في مقال لي في احد المواقع المصريه، ان النادي الاهلي مش هو النادي اللي بيفرح ونقعد نفكر، احنا كجماهير النادي الاهلي لا. جماهير النادي الاهلي حاليا بتفكر في العاشره، البطوله العاشره. اكيد اللي جماهير النادي الاهلي بتفكر في كاس مصر، بتفكر في السوبر الافريقي، بتفكر في السوبر المصري. مباراه الاتحاد بكره صعبه جدا، ان شاء الله يكون موسيماني جاهز المباراه بشكل كويس، يكون اللعيبه خرجت من اجواء الفرحه والانتصار باغلى لقب افريقي حققه النادي الاهلي. اعتقد ان التشكيله مش هتختلف كثير عن النهائي، وباذن الله يعني المفروض اللاعبين يكونوا حذرين. نادي الاتحاد نادي محترم، نادي متطور. اعلم تماما ان موسيماني بيقدر نادي الاتحاد، لعيبه الاهلي دايما اكيد طبعاً بيحترموا المنافس. مباراه طبعا مهمه جدا طبعا، بس خليني لازم اروح معاك لكاس العالم للانديه، كنا بنتكلم عليه في بدايه حوارنا، وانه انجاز كبير بعد طبعا غياب ومره سادسه. شايف ازاي بقى فرص الاهلي، ازاي موسيماني ممكن يقدر يعمل انجاز في بطوله زي دي؟ احنا عارفين ان كان مع مستر جوزيه يعني وصلنا للمركز الثالث، شايف ايه ابعد حد ممكن يوصله النادي الاهلي في بطوله كاس العالم للانديه النسخه دي؟ احنا بس نجتاز اول مباراه ان شاء الله، ان شاء الله نستعد للبطوله كويس، نستعد للبطوله بروح فانيله النادي الاهلي، نحترم المنافسين. لكن انا عن نفسي ما عنديش اي شك ان يعني او ما عندي يعني انا مش شايف ان صعب النادي الاهلي مثلا يوصل للدور النهائي، وشايف يعني دي ما فيهاش صعوبه، بس نحترم كل المنافسين. طبعا البطوله صعبه جدا طبعا، انت بتقابلي نخبه الانديه في العالم اللي الاهلي نادي منهم. موسيماني عليه دراسه المنافسين بشكل جيد،
منتظرين من الكابتن محمود الخطيب بيبو جلسه نفسيه مع اللاعبين، منتظرين من اللاعبين القدامى قبل كاس العالم نجوم النادي الاهلي جلسات مع اللاعبين. لعيبه النادي الاهلي باذن الله باذن الله باذن الله شايفهم انهم يعني احنا واخدين، احنا دي البطوله السادسه، فاحنا انا اسف ان انا بتكلم في بلفظ احنا. لا ده بالعكس، ده باين حبك جدا طبعا للنادي الاهلي، بشكرك جدا. تمام، فان شاء الله الاهلي قادر انه تمثيل مشرف، طبعا الاهلي ما عندوش حاجه اسمها تمثيل مشرف، قادر الاهلي للوصول للنهائي ان شاء الله، وما فيش حاجه بعيده عن ربنا، وبس يعني نحتاج توفيق المولى عز وجل، وان شاء الله ان شاء الله يقدر. بشكرك جدا استاذ حازم ماهر الصحفي بجريده الجريده الكويتيه، وباين قد ايه حبك للنادي الاهلي، وده الحقيقه كلنا في حب كبير في قلبنا طبعا لكيان عظيم اسمه النادي الاهلي. بعد الفاصل كابتن فتحي نصير هيكون مع زميلي الاعلامي المتميز احمد سمير. كلام كتير طبعا حضراتكم سمعتوه عن الماتش وتحليل اداء اللعيبه وموسيماني وباتشيكو والاهلي والزمالك وعنصر التفوق، لكن انا الحقيقه كنت متشوق وليا شرف ان ده يحصل في السادسه ان انا اسمعها من وجهه نظر اسم كبير جدا في عالم الكره المصريه كمدرب وكمحلل، مدرب منتخب مصر طبعا ومدرب النادي الاهلي، وكمحلل وكمان كمحاضر ومراقب في الاتحادين الدولي والافريقي. كابتن فتحي نصير ضيفنا النهارده في السادسه مساء، نقول له بس الاول اهلا وسهلا والف مبروك كابتن فتحي. مبروك لنا كلنا، ما بقولش مبروك ليا بس، مبروك لنا كلنا، لنا لكل العاملين هنا في القناه، لكل المسؤولين في النادي الاهلي، لكل اداره النادي الاهلي، والجمهور النادي الاهلي العظيم اللي هو كان له دور كبير في ان احنا نصل ونحقق التسعه اهلي، الحمد لله انها اتحققت وعقبال العشره باذن الله. زمايلي في البيت الكبير قالوا لي انه حضرتك مع كابتن هاني رمزي وسهام في استضافتهم ليك، يعني كنت حطيت سيناريو المباراه اللي حصل بالفعل لغايه لما وصلنا للحظه تتويج النادي الاهلي. الحقيقه بص يا ابو حميد، المباريات دي المباريات الفاصله المباريات اللي لها اكتر من هدف. هتقول لي اكتر من هدف ازاي؟ هدف انك تفوز في نهائي افريقيا، ده واحد. اتنين انك بتلاعب الزمالك، اذا دي بطوله تانية. أيوة. غير بطوله، انا بس عايز اقف مع الصوره بما ان الزملاء نزلوها. كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، اول رئيس نادي يتوج ببطوله دوري الابطال كابتن فتحي كلاعب وكرئيس نادي، ذكريات ومشوار عمر بتهيألي انت مع كابتن محمود 50 سنة. 50 سنة، ربنا يديكوا الصحة طول العمر. الصورة دي في استاد القاهرة. ولو تشوفوا حضراتكم استاد القاهرة قبل ما يتنظم وقبل ما يبقى فيه الحاجات الحديثة دلوقتي، وكنا في معسكر منتخب مصر، وكنا بنصلي الفجر الفرقة كمنتخب مصر، وبعدين بينزل باخد محمود الخطيب نفسه الحاجات اللي هي ناقصاه بحاول ازودها له، مش لانه مش هقدر اعمل له الكلام ده الفردي مع الفرقه. أيوة. لان انا برضه في الفرقه بكون انا لوحدي، فلما بنزل بنصلي الفجر وننزل فده الشمس لسه طالعه وقت الفجر، وبننزل الملعب وما فيش بني ادم ولا عامل ولا اي حد ولا غرف ملابس، بناخد معانا الكور وانا معاه المفاتيح ونقعد نشتغل، وبعدين يطلع ناخد دش ويفطر ويجهز نفسه للشغل العادي. بس ده ما كانش بيحصل غير مع كابتن محمود خطيب. لا يعني هو بص ده انسان بيعشق الكوره، عايز عنده اراده وبيعشق النجاح. ايوه، ودايما زي السفنجه، السفنجه عايزه الميه، يعني تحطها في المكنه بتشربها. هو السفنجه عايز ياخد كل حاجه، عايز يستفيد بكل حاجه، عايز اليوم ما يبقاش فيه 24 ساعه، عايز التمرين ما يبقاش ساعتين، عاوز يبقى التمرين اربع ساعات. ما تقدرش. في ناس كتير يا كابتن فتحي تقول لك انه الموهبه اللي هي هديه ربنا، يعني الموهبه الطبيعيه تكفي، مش محتاج ان انا يعني ما هو عايز اعمل شويتين الزياده دول. لا هو بقى بينميها. ومثلا لو حصل حاجه معينه في تمرين معين ان كده تعالى نصلحها. ونقعد نظبطها بعيد عن اعين كل المشاهدين حتى اللعيبه زمايله. وبنشتغل. الصوره دي ما طلعتش الا يعني لما بقى رئيس دلوقتي. يعني ما قدرش كناش نطلعها الا لما بقى رئيس، عشان ندي امل وندي درس لكل اللاعبين او كل مجتهد، ان هو اذا كنت انت لاعب
ما تفتكرش ان انت عشان مهاراتك بتوقف الكوره وبتشوط والباص يبقى دي كل حاجه. لازم تشتغل في الحاجات الاساسيه والحاجات اللي هي بعيد، ان انا هاخده تدريب فردي قدام الفرقه. طب والفرقه هتروح فين وتتمرن امتى وتيجي؟ الكلام ده ما كانش هينفع. صحيح. فكنت لازم ان انا اخده في الوقت ده. والتوقيت ده ليه؟ الصبح لما انت بتكون، دي حاجه علميه كمان، اما انت بتكون نايم، الشباب اللي طالع يسمع كلام كابتن فتحي ده نايم، مهم جدا. اما بتنام بالليل بتصحى الصبح، فالمخ بيكون استريح والجهاز العصبي مستريح، فاقدر اشتغل على الحاجات المهاريه اللي انت محتاجها مش البدني. انا ما بديلوش بدني، انا بديله حاجات بديها له مهاريه. لان المهاريه الخططيه دي بتخش في الدماغ، لان الدماغ لسه فيه الجهاز العصبي يبقى في يبقى ريلاكس عشان يحسنها. لكن مش باخده في الملعب واقعد اجريه حوالين الملعب ونجري وننط والكلام ده. ده ما مش هتدور الصبح، بدني ليه وقت تاني. ده وقت لازم يكون عنده واكل كويس وعنده طاقه كويسه. لكن هو الصبح لسه ولسه ما فطرش، يا ده صلى الفجر ونزل، اذا يقدر يستوعب شويه، فالمخ بيكون حاضر. وده اللي احنا عملناه مع كابتن محمود الخطيب اللي هو رئيس النادي الاهلي، وهو يعني هنقول من صغره كنا متوقعين له كده. هتقول لي متوقع له انه يعني بيبان يا كابتن فتحي؟ طبعا البرسوناليتي الشخصيه بتاعته، الهدوء، حكم المواقف، ان لما الناس كلها مشدوده تلاقي هو يفكر قبل ما يتكلم، يسمع كتير ما يتكلمش كتير، يسمع وبعدين ويشوف اكتر. يعني مش يسمع بس، يعني مش لما تيجي تقول له حاجه هو يسمعها ويبقى خلاص، لا بيسمع. ما افتكرلوش يعني، انا من اول ما فتحت عيني على كوره ما شفتش الخطيب في موقف خارج عن النص، ما شفتش الخطيب في حاله انفعال. وبعدين قليل الكلام كثير العمل. انت بتشوف دلوقتي بيتكلم، يعني بيطلع مثلا في برامج وبتاع والحاجات دي ومقطع الدنيا، ما فيش. هو ماشي في هدوء، هو عنده ثقه في الله، عنده ثقه في نفسه، بيعتز بنفسه كويس قوي. اذا سمحت لي اضيف على كلام حضرتك، انه لولا يعني طبعا الخطيب في الملعب ما فيش حد يختلف عليه. يعني انا مش بتكلم على الجمهور، انا بتكلم على اهم لعيبه جت في مصر في ال 30 سنه اللي فاتت. لو سالتهم يعني كله هيقول الخطيب. لكن انا بتكلم على انه مش بس الموضوع او حب الناس للخطيب مش بس عشان الملعب، مش بس عشان البطولات، ومش بس عشان الكرة الحلوة اللي كان بيقدمها، لكن كمان بره الملعب الحقيقة وأخلاقيات كابتن محمود الخطيب ساهمت بشكل كبير في أنه يكون له رصيد عنيف عند كل المصريين، مش بس بتكلم على الأهلوية، وساهمت في أنه الصورة والأسطورة تكتمل. أكيد، لأنه هو يعني إيه؟ أولا هو مش بيتقمص هذا الدور، ثانيا هو اللي من بيئة أو من نبت طيب أو من شرب من أرض مصر ومن تراب مصر لعب فيه، ده بيحس بتنعكس عليه بحاجات كتير. وده برضو واخدها من الوالد والوالدة الله يرحمهم، كانوا بالنسبة له هو يعني لا تتخيل أحمد، يعني هو له أخوات ولاد وبنات، لكن ده كان له مكانة خاصة عندهم. ولا يعني إن أنا ما يعني ما تخيلش في يوم من الأيام إنه هو فكر في يوم إنه يخرج عن النص او يكون خارج عن النص او اسمع عنه او اشوفه. وده اللي احنا بنقوله نجومنا في كل المجالات، مش بس في الكوره ومش بس في الرياضه، في الفن وفي الشعر وفي الادب. يعني النجم ده رول موديل، النجم ده قدوه للاجيال اللي جايه، مفترض انه يحسب تصرفاته ويقيسها بميزان ذهب عشان العين بتبقى عليه والناس بتشوفه بيعمل ايه وبتقلده. عشان كده دايما بنقول لنجومنا عليكم مسؤوليه كبيره جدا، جزء كبير جدا من فكره صياغه الشخصيه وفكره تربيه الاجيال اللي جايه مرتبطه بشكل كبير جدا بنجومهم اللي بيشوفوهم بيحبوهم، كان مغني، كان ممثل، كان مخرج، كان لعيب كوره، كان صحفي. يعني نجوم كتير في كل المجالات ما شاء الله، مصر ولاد، بس مسؤوليه هنا مهمه جدا ولابد انها تتحط في الاعتبار. وقبل كل تصرف وقبل كل كلمه بتحصل لابد ان احنا نفكر فيها ونعرف تبعاتها ونقدر تماما مسؤوليتها. هاخدك للكره مره ثانيه يا كابتن فتحي، نتكلم على ماتش بشوف انه اسعد الاهلاويه بشكل غير مسبوق. يعني انا خدت بطولات افريقيا كتير قوي قبل كده، ومنهم بطولات كانت صعبه وكانت حلوه وكانت ممتعه، لكن احساس البطوله دي انا بشوفه غير، مش عارف انت يعني شفتها بنفس كلنا. لان اولا
نرجع للماتش اللي احنا قلنا وقلنا السيناريو بتاعه، قلنا الهدف قبل الصوره ما كانت تيجي، قلنا الهدف من المباراه نمره واحد ان انا في بطوله افريقيا سبع سنين ما خدتهاش، فدلوقتي جيت خدتها تمام، يبقى في ده هدف. الهدف الثاني انا بلاعب فريق بينافسني طوال التاريخ اللي هو نادي الزمالك، نادي من الانديه المحترمه، نادي منافس تقليدي، منافس تقليدي ومنافس عنده فرقه وعنده امكانيات ان هو يقدر ينافس النادي الاهلي، يبقى دي حاجه تانية. نمره ثلاثة، انا لو كسبت هذه البطوله انا هروح كاس العالم، فدي هدف تاني للمباراه، يعني مش هقدر اروح كاس العالم الا لما اكسب هذه المباراه، مش هاخد بطوله كاس بطوله افريقيا الا لما اكسب المباراه. ايوه ان انا بلعب سوبر افريقيا، بلعب الزمالك والزمالك كان كسبني قبل كده في الدوري، فالسنه ما تنتهيش الا لما اكسب الزمالك، يبقى ده برضه هدف من ضمن الاهداف ليا. طيب تقول لي وايه كمان يعني بعد كده؟ ايه يعني الهدف من هذه المباراه؟ ان انا بعد لنفسي كام مباراه، اصبحت ال21 البطوله ال21، اصبحت البطوله كام التاسعه خدتها. اذا كل دي الاهداف دي في مباراه واحده، فاذا في اهداف كتير لمباراه واحده، ازاي ان الانسان يركز فيها؟ وبعدين المدرب اللي جاي، الاثنين مدربين سواء مدرب الاهلي او مدرب الزمالك، الاثنين جداد جايين في اخر شهرين، فبرضه دي قصه تانية. ازاي شفت اداره موسيماني للمباراه من وجهه نظرك كابتن فتحي؟ هو يعني احنا شفنا كره موسيماني تقريبا في كل المباريات اللي لعبها من اول ما تولى المسؤوليه، منهج واحد، طريقه واحده، اسلوب واحد، سيطره، استحواذ، كره سريعه، كره على الارض، تحرك بكره وبدون كره، تقريبا السيناريو ده ما شفناهوش في المباراه دي. هل ده كان يعني مطلوب لانه المواجهه مهمه ومباراه صعبه ونهائي بطوله؟ شفتوا قدرها ازاي في شوطها الاول وشوطها الثاني؟ هو الاهداف بتاعت المباراه اللي احنا قلنا لها ثلاث اربع اهداف. ايوه المباراه الثانيه هدف واحد ان انا اكسب الفريق وخلاص. أيوه. اكسب بطوله اخد ثلاث نقط، لكن دي كان في اهداف كتير، في صراعات كتير، انا عايز اروح كاس العالم، انا عايز اكسب مثلا نادي الزمالك، انا عايز اخد الكاس، انا خسران من الزمالك اخر مباراه هو كسبني في الدوري، انا لازم بعد سبع سنين ما خدش البطوله. كل الحاجات دي الصراع ده بيمر بيه، فلازم تتعمل بحرص وبحرفيه، وكان عنده الهدوء، الهدوء التام ده بالنسبه لميتسو موسيماني. كان هادي وعارف، وعارف بيدير المباراه دي ازاي، وعارف المباراه دي كانت ممكن تطول لان ممكن في وقت اضافي ثم في ضربات ترجيح، اذا المباراه زمانها مش 90 دقيقة. احنا ولما قسمها احنا قسمناها شوطين، لا ده هو المدرب بيحط في دماغه في الاول السيناريو، وير السيناريو ايه؟ ان انا عندي شوط اول وعندي شوط ثاني واحتمال شوط ثالث واحتمال شوط رابع واحتمال ضربات ترجيح، وكل تغيير محسوب عليه. ليه؟ لانه لازم يخلي اكبر عدد من اللعيبه اللي بيجيدوا في ضربات الترجيح موجودين في الملعب، عشان ممكن يوصل ضربات الترجيح يلاقي لعيبه هو غيرهم اصلا كانوا لاعبي ضربات، يعني يعرفوا يشوط ضربات جزاء، وجبت لي لعيبه. انت متوقع الماتش يوصل لضربات ترجيح؟ لا 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 يعني ما كانش فيه ولا الوقت اضافي، ولا الوقت الاضافي. عندي ثقه في الله وفي نفسه وفي الفرقه ان هي هتنتهي في ال 90 دقيقه، وعارف لان الزمالك داخل على ان هو والجمهور والناس كلها، جمهور الزمالك كمان متخيل فعلا ان الزمالك هو الاوفر حظا، الاوفر حظا مش الاحسن، الاوفر حظا، لان التوفيق كان معاهم برضو في مباراه احنا خسرناها 3-1. الماتشين الاخرانيين يعني يكفي مباراه 3-1 دي، احنا كره معانا هجمين على طول، اربع هجمات ثلاث اجوال بس، هم اربع هجمات ثلاث اجوال، يعني ده اسمه التوفيق. فهذه المباراه كان هيحكم عليها التوفيق. التوفيق في ايه؟ التوفيق موسيماني يختار اللعيبه، اختيار ايه؟ طريقه اللعب اللي حضرتك تفضلت وقلت عليها. بدا ازاي المباراه؟ هو بدا بيبدا في اول ربع ساعه قد ايه، وبعدين بيدي ربع ساعه، وبعدين يدي ربع ساعه الاخير في الشوط. وبعدين بيبدا الشوط الثاني. طب تسمح لي تسمح لي عشان انا يهمني كمان اخرج من المباراه، انا بشوف ان واحد من اهم مكاسب المباراه دي انها طلعت الاهلي من مرحله صعبه، مرحله عنق زجاجه انجاز التعبير يعني، ونقلتنا في حته ثانيه اوسع، اهدى، ارحب،
خلينا اتكلم عليها مع حضرتك بالتفصيل بس بعد ما نروح لفصل سريع جدا ونرجع نتواصل مع حضرتك مره ثانيه. احنا ما خلصناش بس فاينل مهم، ده احنا داخلين كمان على فاينل محتمل. وخليني اقول لحضراتكم انه بيتهيألي يعني انه كل الاهلاويه والزملكاويه مستنيين مع كامل التقدير والاحترام طبعا لطلائع الجيش والاتحاد السكندري، بس يعني الاهلاويه والزملكاويه عايزين يشوفوا فوق ماتش اهلي وزمالك تاني. يعني اغلب الظن ان شاء الله انه لو الزمالك عدى والاهلي عدى الماتش اللي جاي ده هيبقى ماتش تكسير عظام. الزملكاويه طبعا عايزين يردوا اعتبار وعايزين ياخدوا بطوله ردا على جرح بطوله دوري ابطال افريقيا. جرحهم كان كبير، هما كانوا داخلين الماتش الحقيقه عندهم ظن كبير جدا انه البطوله مش هتطلع على نادي الزمالك، فعشان كده على قد التوقعات ما كانت عاليه على قد ما الوجع كان قوي، فبالتالي عندهم رغبه ان هم يخلصوا طارهم من الاهلي في كاس مصر. نفس الحكايه الاهلاويه عايزين اهلا وسهلا بالزمالك، ليه لا مره كمان؟ يعني ما فيش مانع انه في اسبوعين ناخد الزمالك ماتشين وناخد منه بطولتين، طموح مشروع لكل فريق من الفرقتين. خلينا اسمع راي كابتن فتحي بس قبل ما نروح لماتش فاينل الكاس واللقاء المتوقع او المرتقب بنسبه كبيره اهلي وزمالك. عندنا ماتش اتحاد بكره، زي ما قلت حضرتك ماتش دوري الابطال طلعنا او نقلنا من منطقه كنا مزنوقين فيها في اصابات وغيابات وضغط مباريات وقايمه غالبا بتبقى ناقصه في الدفاع او في الهجوم. النهارده الاهلي خد نفسه، النهارده كنا بنتكلم على القايمه الاوليه، دخل معانا المعارين، دخل معانا الصفقات الجديده، يعني بكره احتمال نشوف طاهر، ممكن نشوف بنون، ممكن نشوف ناصر، ممكن نشوف اكرم توفيق. فبالتالي في الى حد ما اريحيه شويه جديد. ومعاك معنويات في السماء، واخد دوري عام، واخد بطوله افريقيا، فداخل روحك المعنويه في احسن حالتها. رايك ايه في مواجهه بكره ورؤيتك او يعني فكر موسيماني في اداره لقاء الاهلي والاتحاد؟ من اصعب المباريات اللي تقابل اي مدرب او تقابل اي فريق ان فريق يكون بطل وبعد حصوله على البطوله بيلعب اول مباراه اللي هي مباراه الاتحاد. بتشوفها ماتش صعب؟ طبعا. ليه يا كابتن؟ صعب جدا جدا جدا. انا بقولها دلوقتي وان شاء الله مش معنى كده ان بقول ان الاهلي مش هيكسب او هيكسب او كده، لا ان شاء الله باذن الله يكون الاهلي عند حسن ظنه جماهيره ادارته. بس ليه صعبه من وجهه نظرك؟ صعبه من وجهه نظري. انت بعد ما بتكسب اي بطوله وخصوصا لما تكون بطوله كبيره قوي بتبقى وصلت لقمه الهرم، طب فوق، مفروض ان انا حافظ على القمه دي لمده اسبوعين ثلاثه لان فيهم بطولتين ثلاثه او بطولتين على الاقل. فدي صعوبه بتقابل اي مدرب ان ازاي احافظ عليهم المعنويات العاليه استغلها في الاعداد النفسي، الاعداد النفسي مش المهاري ولا الخططي. في الفتره دي موسيماني مش هيقدر يغير من مهاره لاعب ولا هيقدر يزود من لياقه لاعب. بس هيرجع لي وليد، هيرجع لي ديانج، هيدخل لي ناصر. مش هيغير، انا قصدي مش هيغير اللياقه والمهاره تمام، لكن يقدر يغير في الدوافع النفسيه يقدر يتعامل معاها، لان الدوافع النفسيه سهل تفقدها ومن الصعب تكسبها، لكن تقدر تكسبها في وقت قليل. يعني مش عايزه وقت، لكن اصلاح مهارات واصلاح لياقه محتاج وقت كده طويل. بيحتاج وقت. اذا في الوقت القصير ده هو التعامل النفسي وده اصعب تعامل مع النفس البشريه. طيب. انك بتتعامل مع لاعب وازاي تعده وازاي تشده من الفرح اللي هو فيه ده وتخليه لحاله التركيز مره ثانيه، لحاله ان انا بركز تاني وارجع تاني من الاول وابدا ان انا داخل بطوله تانيه مش نهائي. ده البطوله دي لسه في الاول، يعني نادي الاتحاد نادي يحترم طبعا. نادي فيه اتنين مدربين متميزين يعني لهم هيستوري برضو في الدوري المصري. كل ده بيدي صعوبة للمباراة، ازاي ألملم اللعيبة وهي فرحانة. ليه؟ لأنك انت اللاعب لما بيفرح، أي واحد، بلاش اللاعب، أي بني آدم فينا، أما انت بتفرح على طول المخ بيتوقف عن العمل. ولو المخ توقف عن العمل هتنسى واجباتك الخططيه ايه. ده كلام شويه علمي. انت فالفرح الكبير او الزعل الكتير، عشان كده كابتن خطيب قال ده يعني حتى في احتفاليه النادي وفي تمرين النهارده. بالمناسبه تمرينه النهارده كابتن خطيب كان حاضر واكد على نفس المعلومه، قال لهم
وقت الاحتفال انتهى خلاص، يعني ده قدر لعيبه النادي الاهلي وقدر اي حد بيشيل تيشرت النادي الاهلي. تحتفل في فتره بسيطه جدا، تقلب الصفحه وتبص للصفحه اللي بعدها، ونتمنى طبعا انه يعني الرساله تكون وصلت. ما هي دي، لان اكتر وقت اولا اللاعب في الملعب بيشتغل بمخه ومش ممكن هينفذ كلام المدرب الا اذا كان مخه حاضر وبيستوعب كلامه. طيب اي وقت في المباراه المخ اللاعب ما بيشتغلش، مفيش 90 دقيقه مخ اللاعب لازم يشتغل، سواء الكره مع الخصم او الكره معاه ماشي. طب انت بتقول لي ايه الفرح؟ الفرح والزعل المخ بيتوقف وقت الفرح ووقت الزعل. فانت فرحان دلوقتي قوي ومش فرحان بهدوء. دي لقطات من تمرينه النهارده كابتن محمود الخطيب مع الجهاز الفني واللعيبه في تمرينه النهارده الصبح. وزي ما قلت لحضراتكم الكابتن خطيب الحقيقه يعني ملف الكره بالنسبه له هو طبعا يعني بحكم موقعه انه رئيس النادي الاهلي طبعا كل الملفات ليها اولويه عنده، خصوصا فيما يتعلق بالتطوير، احد اهم ثلاث اركان بنى عليهم الحقيقه برنامج عمله في النادي الاهلي، تطوير في كل على كل المستويات، في الملاعب، في البنيه التحتيه، في افرع النادي المختلفه. لكن تبقى حته ملف كره القدم بالنسبه لكابتن خطيب ده احساسي الشخصي، دي مش معلومه، ده احساس او وجهه نظر شخصيه. يعني ملف الكوره وملف بطولات الفريق الاول النادي الاهلي كرة القدم بالنسبة لكابتن خطيب ملف بخطوط حمراء، يعني هو بيتولى مسؤوليته بنفسه، معني بكل تفاصيله، مع الفرقة في كل سفرياتها، مع الفرقة في التدريبات، مع الفرقة في كل الماتشات، وبالتالي هو يعني بيدي الملف ده اهتمام كبير جدا. وطبعا خدوا بال حضراتكم، يعني أنا متفاهم تماما أي لعيب كورة بيلعب في النادي الأهلي بيسمع كلام كابتن محمود خطيب، بيسمع توجيهات، بيسمع نصايح، هو كل أذان صاغية زي ما بيقولوا يعني. بالظبط. وبعدين هو يعني خبرة السنين والأيام والماتشات والبطولات بيستحضرها في مثل هذه البطولات. ايوه. انك تيجي بعد ماتش تيجي جاي انت جاي كسبان و بتلعب انت عندك البطولة، فتلاقي اللاعب في المباراة اللي هي بكرة إن شاء الله بإذن الله، لو نجاح موسيماني مش في أسلوب اللعب ولا في طريقة اللعب، نجاح موسيماني في إن هو يعدهم نفسيا، بيعمل فصل تام على ما سبق والبطولة انتهت، والدم الجديد اللي جاي اتنين أو ثلاثة لاعيبة دولت برضو في حد ذاتها زي ما بتدي جلوكوز أو هيموجلوبين في الدم عشان تنشط انتعاشة للفرقة في الحركة في المنافسة، فدي هتدي منافسه تانية كومبيتيشن بين اللعيبه وبين بعض. أيوة. ان مين اللي يلعب، لان اصبحنا دلوقتي كنا اتنين اصبحنا تلاته اربعه. أيوة. إيه كنت انا نص نص، لا الفرقه دلوقتي اكتملت، فاكيد هيقدر ربنا يوفقه في اختيار ال 18 لاعب، ثم في اختيار ال 11 من ال 18 اللي هيلعبوا هذه المباراة. خليني اقول لحضرتك عشان هنروح لماتش الفاينل، لو ربنا كرمنا ان شاء الله بكره وصلنا فاينل، ولو الزمالك وصل قدامنا في فاينل، انه خلاص بطولة دوري الابطال خدناها واتحسبت واتسجلت في تاريخ النادي الاهلي. النجمة التاسعة من السيزون الجاي هتلاقوها منورة ان شاء الله الفانيلا الحمراء. لكن مش وقته على الاطلاق انه الاهلي يتعرض لاي مطب صناعي، لا في ماتش الاتحاد ولا في ماتش نهائي افريقيا سواء قابلنا طلائع الجيش او الزمالك، مش توقيته، مش وقت مناسب، خصوصا انه مش بس عشان بطوله مهمه ولقب جديد هيضاف لبطولات النادي الاهلي، لكن كمان عشان ما نفسدش فرحه الجماهير الاهلاويه، فرحه كبيره جدا. اوعى تفتكر انه او تعتقد انه الجماهير الاهلاويه لسه بطلت تحتفل ببطوله افريقيا، ما زالت السعاده والفرحه موجوده في قلب كل اهلاوي رغم انه الماتش خلص من كذا يوم. ماتش الزمالك هل هيكون نسخه مكرره من مواجهه نهائي دوري الابطال لو حصل يعني، والفريقين تاهلوا للنهائي كابتن فتحي؟ وهل تتمنى انت شخصيا مواجهه الزمالك في النهائي، ولا تفضل انه تكون المواجهه امام طلائع الجيش؟ لا ما ده بعد ما ربنا وفقنا في الاتحاد الاول، في حال ما اذا تخطينا احنا كده، لا احنا عاوزين ده كله سيناريوهات في التخيلات. فاحنا يعني التخيلات طبعا ما هي ما تفرق، نادي الزمالك نادي محترم قادر على انه يفوز على طلائع الجيش، طلائع الجيش فرقه كويسه وصلت لمستوى كويس مع حميد بسيوني دلوقتي طارق العشر واللي ماسك الفرقه. فاذا الحته دي نيجي للنادي الاهلي مع الاتحاد، هو النادي الاهلي لو نفتكر كسب 4-0
في لا في الدوري في الدوري كسبنا هنا 4 وتعادلنا 0-0 وتعادلنا 0-0 هناك. كانت النتيجه كان الدوري اتعرف يعني في 0-0 دي كان الدوري اتعرف واللعيبه كانت لسه بنشكل فيها وكده. اما هذه المباراه فدي لها وجه اخر ولها اسلوب اخر في الاداء ولها اسلوب اخر في اللعب. ان طريقه لعب موسيماني في هذه المباراه وبعدين دي مباراه كؤوس يعني لابد ان واحد فيه يفوز يبقى يعني هتنتهي بكده او بتاع لازم هيبقى فيه وطمع اي فرقه بتلعب النادي الاهلي في ماتش الكاس غير طمعها في ماتش الدوري. وبعدين يعني هو في ماتش الدوري ممكن يلعب على انه يخطف نقطه يلعب على تعادل لكن هنا بيتهيألي انه عنده فرصه كبيره جدا ودوافعهم كمان نادي الاتحاد هيستغلوا ان ايه ده بطل افريقيا ده بطل القرن فهنلعب اكتر فهيلعبوا بمعنويات اعلى هيلعبوا بقوه اكتر ما تفتكرش ان هم يعني في فرقه تقول لك لا ده هيلعبوا خايفين لا مش هيخافوا هم هيلاقوك الند بالند ومش هتقدر تبقى الند بالند الا لما انت تفرض سيطرتك من بدايه المباراه بقوه وبعنف وبشراسه شراسه هجوميه هي دي اللي ممكن انت تقدر تغير بها الشكل. انك التوفيق برضو نقول ان التوفيق يوصلنا مين يكسب ونصل ونلاقي نفسنا بنقابل الزمالك ليه لا خلاص انت هتقابل الزمالك بس شكل المباراه برضو مش هيتغير لان لا زال الاهلي والزمالك مش الاهلي وفريق تاني مع بعض هيبقوا متحفزين جدا. من الصعب جدا برضو ان هو يقول لك هو عايز يعوض لكن كمان مش عاوز يخسر يعني هو اتحط في صراع دلوقتي هو عايز يعوض ومش عاوز يخسر. مين يخش المباراه دي باريحيه نفسيه؟ مين يخش المباراه دي بمعنويات اعلى شويه؟ لا معنويات اعلى مفروض النادي الاهلي لان هو النادي الاهلي اللي كسب البطوله واللي كسبان وبعدين نتيجه مباراه الاتحاد ومباراه الطلائع مع الفرقتين هي اللي هتحدد الفرقتين دول لما هيقابلوا بعض وضعهم هيكون شكله ايه. تمام دي كده. طيب يهمني اعرف من 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 راي حضرتك صفقات الاهلي الجديده او عوده اللاعبين المعارين ازاي يتعامل معاهم مستر موسيماني التعامل الامثل؟ يعني الناس دي في منها ناس راجعه للنادي الاهلي بعد ما كانت موجوده ضمن صفوفه وفي صفقات اعتقد انها اضافه لسكواد النادي الاهلي زي طاهر وزي بدر بنون وزي بيكهام برضو. هل شايف انه واحنا داخلين في فتره حساسه هل شايف انه مستر موسيماني يعتمد عليهم واللعيبه دي كمان عايزه تقدم ورقه اوراق اعتمادها لمستر موسيماني هل يخشوا سكواد اهلي ويلعبوا ماتشات مره واحده ولا شايف انه دورهم يبقى لو هم جاهزين بدني جاهز ومهاراتهم طبعا تبقى سهل انها تنصهر في وسط المجموعه انا شايف ان هو يعني مش هيخليهم في الرف ولا هيستفيد بيهم لان هو عايز بس لسوء حظه ان مفيش وقت انك مثلا تعمل مباراه تجريبيه ان هو عمل تدريب وكده لكن هتعتمد برضو على مش الكلام النظري ان هو شافهم قبل كده يعني شافهم وشاف فيديوهات وشاف تلفزيونات وشاف الكلام ده كله انه هم كمان اتفرجوا على النادي الاهلي فسهل هو على طريقه موسيماني فاذا سهل ان هو يقول لهم في الحته دي هنتحرك كذا طبعا مش هيدوها 100% لكن ممكن لو ادوها 80% هيبقى برضو مرضي. فايده لنا لان احنا ظروفنا احنا عندنا اصاباتنا كانت كتير قوي أكيد. والكورونا راحت واخدنا برضو شويه وبعدين بعض اللعيبه كان مش بعيدين عن الفورمه لم يكونوا موفقين في مباراه الزمالك كل ده هيديله الحقيقه في ان هو يقدر يغير من اللعيبه دي ويقدر يغير يستفيد باتنين تلاته من الجداد اللي هم مش جداد يعني اللي هم انضافوا لقائمه النادي الاهلي. غياب وليد وديانج كان مؤثر وشايف عودتهم ازاي ممكن تبقى اضافه في الفتره اللي لا اكيد اكيد اولا وليد كقائد وليد كمثل وليد كلاعب وليد كمهاره وبعدين ديانج بتحب وليد انت كابتن فتحي لا يعني هو في يعني شوف اللعيب لعيب حقيقي ده اللعيب لعيب اللعيب اللي هو بيشم الجول يعني هو لازم رجله رايحه على الجول افتكر وليد شوف لعب قد ايه وقت وجاب كام جول وفي ناس لعبت قد ايه وقت ما جابتش ولا جول فطبعا يعني لا هو وليد كمان في ميزه يعني كجمهور بنحسها اللعيب الغيور على التيشيرت الروح القتاليه عنده بالظبط الروح القتاليه عنده غيران على الفرقه طبعا يعني في غيره في لعيب بيلعب عايز يأدي دوره بس في لعيب تاني بيموت نفسه بياكل من جيل الزمن القديم او الزمن يعني الزمن اللي قبل كده اللي كان مجموعه يعني المجموعه اللي كانوا بيلعبوا مع بعض فهو ده لازالت اخر العنقود من الناس اللي هم
كانوا نماذج ومهاراتهم عالية. أما أجي بالنسبة لديانج، ديانج قصة يعني، هو في الحتة دي ما شاء الله. يعني حكاية يعني، واحد ازاي افتقدناه في ماتش، ازاي بيوقف الهجمة، ازاي بيبدأ الهجمة، ازاي بينقل الهجمة من نص ملعبك لنص ملعبهم، من التلت الدفاعي بتاعك للتلت الهجومي، ازاي الاختراق، ازاي التسديد، يعني الطول، القوة، لا ديانج يعني لعيب من اللعيبة اللي تعمل فارق، تعمل فارق، تعمل فارق مع اي صفقات فارق. النادي الاهلي الجديده والمعارين منتظر تشوف مين، او انت مستني تتفرج على مين؟ الحقيقه كلهم، لا اللي هم الجداد طبعا عندنا خط الظهر، مع احترامي احنا عندنا خط ظهر برضو، احنا اقوى جد. خط ظهر، احنا اقوى خط هجوم واقوى خط يعني صحيح. من غير دول ايوه، لكن دولت هيجوا يكملوا اكتر، يدوا جمال اكتر، يدوا اريحيه اكتر. فأنا شايف إن الإضافات اللي هي نجح مجلس الإدارة وبترشيح من لجنة التخطيط، تخطيط كابتن بيبو في إنهم ينتقوا هؤلاء اللاعبين، ربنا هيوفقهم إن شاء الله يعني. بس بشكل شخصي أنت يعني كواحد من متابعي النادي الأهلي ومشجعيه، في لعيب عينك عليه مستني تشوف مثلا ناصر، مستني تشوف طاهر؟ هو طاهر و وفي خط الظهر عندنا برضو بدر بنون يعني دولت يعني هيكون لهم دور. بس ادعو الله ان طاهر يعني تبعد عنه الاصابات شويه، لان جات له في الاخر أيوة. كم مره كده يطلع يعني اصابات وتبعده، اصابات وتبعده. لو هو مشي طاهر من النوع اللي هو ممكن يبان. اما الباقيين عندنا ناصر ماهر، صلاح محسن كده، ما هم اولاد النادي واللي هم معانا. محمد شريف عامل سيزون حلو السنه دي، محمد شريف عامل كويس، احمد ياسر ريان، ومحمد شريف يعني هداف من اللعيبه الكويسين ومع نعم. المنتخب ومع كده برضه لنا الكورونا هي اللي كانت. في صفقات تانية تحب او مستنيها، او شايف في مراكز محتاجه تدعم في الفتره اللي جايه؟ اكيد اكيد يعني هم بيبصوا اكتر، واحنا برضو بنقول راس الحربه المهاجم، لان الوبادجي دلوقتي خلاص يعني مشي، فمفروض يكون بديل له. فمين البديل؟ فان شاء الله مع احترامي الموجودين احنا ما قللش منهم، بس احنا واحد مشي كان راس حربه، يبقى لازم يجي تاني واحد راس حربه، بغض النظر عن هو ايه او من بلد ايه او بيلعب ايه. مهم كمان يعني، انا وقتي ضيق بس هسمع راي حضرتك برضو في بطوله مهمه جدا لا تقل اهميه عن بطوله كاس مصر. مشوار كاس مصر طويل، دي بطوله من ماتش واحد بس، هي بطوله وهتتحسب في خزائن النادي الاهلي. لا بكره مش هيبقى طويل، كاس مصر بكره هي يعني بعد الماتش بتاع بكره هيبقى مباراه واحده. لا اقصد اقول انه الاهلي بدأ مشوار كاس، بدأ مشوار يعني لعب ماتشات كتير عشان يوصل. قصدك على كاس السوبر؟ بتكلم على كاس السوبر. هي بقى بطوله من مباراه واحده، في ناس الى حد ما بتقلل من اهميتها وقيمتها، بس احنا ما تفرقش معانا بدل البطوله، احنا داخلين فيها براسنا. ليه تقلل يعني يعني لما بتتقارن بالكونفدراليه، تتقارن بدوري ابطال، تتقارن ببطوله فيها مشوار. لا ما الكونفدراليه دي اصلا بطوله، ده بطل كونفدراليه. ايوه يعني اللي جاي قبلك ده بطل كونفدراليه، اعتبر نفسك بتلعب مع النهائي. نهائي الكونفدراليه هتاخد الكونفدراليه، يعني انت لو كسبته يبقى كانك كسبت كل فرق الكونفدراليه، زي ما كسبت مثلا الزمالك كانك كسبت كل فرق افريقيا اللي هم ابطال. طيب دولة. اخد وجهه نظر حضرتك بقى، في ناس شايفه انه دي اقوى فعليا، انه دي اقوى مواجهه للنادي الاهلي السيزون ده. يعني كنا متوقعين مثلا انه الوداد قبل ماتش الوداد حضرتك لو تفتكر، ناس كتير جدا شايفه انه مواجهه الاهلي والوداد كانت نهائي مبكر لدوري الابطال. بالظبط. لما قدرنا نتخطى الوداد باريحيه وبسهوله، ناس شافت انه اصعب ماتش هيكون ماتش الاهلي والزمالك، وقدر الاهلي انه يتفوق. في ناس شايفه انه مواجهه بطل دوري الابطال مع مواجهه بطل الكونفدراليه تعتبر اقوى واعنف مواجهه هذا السيزون. نهضه بركان يعني. نهضه بركان المغربي طبعا. هل حضرتك شايف انه تتفق مع وجهه النظر دي؟ لا لا لا، شوف النادي الاهلي اللي قبله، الظروف اللي اتحط فيها النادي الاهلي مش بايديه ولا بفكره ولا بمدربه ولا بادارته. ظروف اقوى من اي حد اتحطت على النادي الاهلي وعلى كل الانديه. بس النادي الاهلي كانت اكتر ليه؟ لان النادي الاهلي لعبته بتشارك في المنتخبات، لعبته بتشارك في البطولات الافريقيه، لعبته بتشارك في الدوري، فاذا كتير الاصابات اللي عندك، الكورونا اللي حصلت، التوقفات اللي حصلت، ضغط المباريات اللي حصل، كل ده كان ضغط جامد على
النادي الاهلي. صحيح، نتمنى انه مسيره النجاح. انا شايف انه دفعه مهمه جدا وتوقيت مهم جدا حسبنا فيه وحققنا فيه حلم طال انتظاره، حلم غالي جدا على الاهلاويه. اتمنى انه رجاله الاهلي تستخدم الحته دي انها تكمل المشوار. الدفعه دي عندنا بطولتين ان شاء الله باذن الله لو ركزنا وفي حالتنا وربنا موفقنا نقدر نحققهم بمنتهى السهوله. كاس مصر ان شاء الله بعد ما نتجاوز عقبه الاتحاد ومن بعديه الزمالك، لان انا بتوقع ان الزمالك يوصل للنهائي، ومن بعد كده ان شاء الله نهائي سوبر افريقيا. كل التوفيق لرجالتنا. بشكرك شكرا جزيلا كابتن فتحي، شرفتنا ونورتنا واسعدتنا كالعاده في السادسه كابتن فتحي. الله يخليك، انا اللي متشكر جدا يا احمد، والحقيقه انت طلتك على الشاشه بتساعدنا وبتشوفنا وحسينا ان اضافه جديده لقناه الاهلي في البطولات اللي احنا حصلناها بخبراتك ومعلوماتك اللي بتتكلم فيها. دي شهاده تسعدني وتشرفني لما تيجي من حضرتك كابتن فتحي. لا لا، كل الشكر ليك. دي حقيقه. وكل التقدير، ومره ثانيه بشكرك على وقتك وعلى وجودك معانا. شكرا جدا. وبشكر كل الاهلاويه على متابعه حلقه النهارده من السادسه، وهنقابل حضراتكم بكره ان شاء الله قبل مباراه الاتحاد، ويكون وشنا حلو زي الماتشات اللي فاتت على فرقه النادي الاهلي. ونختم حلقتنا النهارده بشعار المرحله القاضيه ممكن.